والآن إليكم قراءة هذين المرسومين الرئاسيين. مرسوم رئاسي رقم 1110 يقضي باستدعاء سفير تشاد فوق العادة ومطلق التفويض لدى جمهورية جنوب إفريقيا باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي يرسم بما يلي: المادة الأولى استدعاء السيد أحمد عوض ساكن السفير فوق العادة وكامل التفويض لجمهورية تشاد لدى جمهورية جنوب إفريقيا. المادة الثانية يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 من شهر أبريل 2012 المذكور أعلاه. المادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا بتاريخ 28 يوليو توقيع إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية.